هذا أكفر الكفر، إلحاد وظلم وجحود. لكن انظر حال كثير من الناس حتى من المسلمين، ربما يغضب غضبا شديدا على بعض المعاصي، معاصي الناس، معاصي الحكام، معاصي التجار، معاصي المسؤولين، لأنه سرق، لأنه فعل، لأنه كذب، لأنه زور. لكن يأتي إلى من ينفي صفات الله ويعبث فيها، وتجد إيش أخوان، يعني عليه حنونا وربما مدحه وأثنى عليه، وهو معتزلي أو جهمي أو أشعري أو ما تريدي، عندهم الكفريات، عندهم عبادة الأولياء، عندهم تحريف صفات الله عز وجل. لا لا، نجتمع معه، المهم ضد الطغيان. ما هذا الطاغية يعبد غير الله عز وجل، تعلق بالأولياء، يحرف القرآن، هذا ملحد. كم وكم غضبوا علي لما وصفته شيخا مشهورا إباضيا بأنه الملحد. كيف يقع ملحد؟ لا يؤمن بصفات الله عز وجل، والذي نفسي بيدي أنه ملحد. ينفع علو الله عز وجل، يقول الله ليس فوق العرش، ويستهزئ. كيف الله فوق، طالع نازل طالع نازل، بالصوت والصورة. هذا الحاد، بل هذا من أشد أنواع الحاد، ولا بهم الله عز وجل لا حقيقة لوجوده، لا فوق العرش ولا دون العرش ولا جانب الخلق ولا شماله ولا أمامه ولا خلفه ولا داخله ولا خارجه ولا متصب الخلق ولا منفصل الخلق. إذن ما حقيقة الله عز وجل عند هؤلاء؟ لا شيء. يقول إيش؟ ليس كمثل شيء. إذا أنت ما تستوعب في شيء لا داخل ولا خارج ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا خلف ولا متصل ولا منفصل، هذا المخلوق. أما الله يصدق عليه بأنه لا 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 لا، لأنه ليس كمثل شيء. انظر، هكذا يقررون باطلهم، أن الله ليس كمثل شيء، فيصدق عليه أن نصفه بالعدم. ما هذا الذي لا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا قدام ولا خلف ولا عن يمين ولا عن شمال ولا ولا، ما هذا؟ هذا الشيء المعدوم. كما قيل، لو قيل لأعرابي لم يختلط لسانه بالعجمة، صف لنا العدم، ما يعرف العربية الفصحى، لما وجد وصف للعدم أبلغ من وصف هؤلاء لله عز وجل، الذي قال الله، الله جل وعلا لا شيء، لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج ولا متصل بالعالم مخلوقين ولا منفصل عنها ولا قدامها ولا خلفها ولا يمينها ولا شمالها. والله هذا إيش يعبدون؟ عدما. هذه الحقيقة. بل الله جل وعلا في مئات النصوص من الكتاب والسنة أثبت علوه جل وعلا، نوع الأدلة وكررها. في فرق بين التنويع والتكرار. أنا أكرر هذا ولا بأس بالتكرار. وأكبر دليل على مشروعية التكرار أن الله عز وجل ثم الرسول صلى الله عليه وسلم كرروا ونوعوا بأدلة العلو أكثر من 1000. فمن الأنواع أنه جل وعلا استوى على العرش، وأنه في السماء، وأنه أنزل القرآن، وأنه إليه يصعد وتعرج الملائكة والروح إليه، وأنه رفع عيسى بن مريم، وأنه فوق خلقه. هذه أنواع. وهل هذه مكررة؟ نعم، أدلة كثيرة. أنزل القرآن، إن أنزلنا في ليلة مباركة، إن أنزلنا في ليلة القدر، ونزل القرآن ما هو الشفاء. فأدلة أنزل هذه كثيرة جدا. أدلة الرحمن على العرش استوى، ذكر الاستواء 7 مرات. أدلة من كتاب السنة الله في السماء أيضا كثير. أدلة العروج، أدلة الصعود، أدلة رفع، أدلة كتابه عنده، هي منوعة ومكررة. بعد هذا التنويع وهذا التكرار يأتي من يقول الله عز وجل ليس كمثل شيء، فهو لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا أسفل ولا جانب ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا خلف ولا متصل ولا منفصل. وهذه الأدلة اللي أمامكم، لماذا ذكر الله عز وجل؟ لماذا قال أأمنتم من في السماء الرحمن على العرش استوى لي يصعد الكلم الطيب إن نزلنا في ليلة القدر؟ لماذا؟ فهذا إلحاد، وذاك الذي أشرت إليه ملحد كبير، ملحد كبير، الذي ينفع علو الله سبحانه
لكن انظر إلى المفلسين بين الحين والآخر يمجدونه عالم الأمة وأنه ينصر قضايا الأمة، وما في أحد يتكلم عن فلسطين وعن حرق المصحف وعن اللي سأل النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذا هو وحده اللي يصدع. كذبوا والله، كيف وحده اللي يصدع؟ أصلا ما في مسلم إلا أنه لا يثبت إسلامه إذا ما إيش غار على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل بأي وجه من وجوه أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ليس كل الناس عندهم منابر، وليس كل الناس عنده منصب مفتي، وليس كل الناس يغرد، وليس وليس وليس. هذا أهل هؤلاء المفلسون وجعلوا له تلميعا ها وصدروه، فكلما قرر تغريدة أخرجوا تغريدته. ولا كم وكم المسلمين من ينصر النبي عليه الصلاة والسلام برواية الأحاديث وشرحها والاستدلال بها وتعظيمها وتمجيدها